تعالوا بقى ننتقل لأسعار العملات والذهب، نشوف بالتفصيل، لأنه يمكن الأرقام دي بقينا بنتابعها كل يوم، يعني أول ما نصحى فضول عايزين نعرف الدولار وصل لحد فين، أسعار الذهب أخبارها إيه. فتعالوا كده بالتفصيل نبدأ مثلا من الدولار الأمريكي اللي سجل سعر الشراء النهاردة 30.84 جنيه، أما البيع 30.93 جنيه. بالنسبة لليورو 33.17 جنيه النهاردة للشراء، أما البيع 33.29 جنيه. الجنيه الاسترليني النهاردة الشراء 37.71 جنيه، أما البيع 37.84 جنيه. ننتقل للريال السعودي النهاردة وصل ل 8.20 جنيه الشراء، أما البيع 8.23 جنيه. أخيرا الدينار الكويتي النهاردة سجل 100.73 جنيه ده للشراء، أما البيع 100.99 جنيه. تعالوا كمان نروح بقى لأسعار الذهب، شوف أخبار الذهب إيه النهاردة، وصل أرقامه لكام. نبدأ بعيار 18 اللي سجل 1731.50 جنيه، عيار 21 2020 جنيه، عيار 24 2358 قرش، أما الجنيه الذهب وصل النهاردة ل 16160 جنيه. دي كانت أسعار العملات والذهب النهاردة.